بقى في شي 50 60 شاب الاشليابي كلياتهم من الشام وانا من بيناته. وفي معنا ضابط واحد هذا شو قلنا؟ قال اللي بده يروح مع جيش الامير فيصل يضل بالاشلي، واللي ما بده يحمل ضرب طريو ويروح على بيت اهله. ايوه ضل حدا منكم هنيك؟ شي 30 32 واحد يا بيك شي. يعني ما رح تلبس عسكري من هون ورايح؟ لا لا ما بقى البس عسكري بنو، حاجتي اللي شفته. الك رايدني اوعي العسكريه تبعك؟ يو شو بدك تساوي فيه؟ مشان بس اتجوز، خلي ابن عمي يلبس لي اياهم، حاكم انا بحب اوعي العساكر كثير. قومي من خلقتي وليه؟ قومي احسن ما اخرتك كفر لك اسنانك، يقطع عمرك شو متغلظه. يلا يلا. ما مات ابي الله يرحمه، وابني وقعت بالفالج، صارت وفيقه هي وما بدهم يتحكموا فيها. فشلت عينه. شوفي من يوم ورايح نسير نروح انا وياكي كل يوم لعندهم ونرجع انا وياكي. بجوز عنده ما يخليني ارجع. مو على كيفه. اشكالك براسه، انا بدي احكي لعمك ابو وضاح خليه يوقفوا عند عنده. والله شو جنوا هدول؟ شلون بدهم اياكي تتركي بيت جوزك وتروحي على بيت اهلك؟ والله الله ما قالها. لا تقبرني، خيط بغير هالمسله انت واختها. يا مرت عمي يا مرت عمي، اختي رويدة حرمة من جوزها، يعني ما بصير جيبها من بيت جوزها. بس انا بوعدك انه راح بجيبها كل يوم تخدم على امها وتزبط امور البيت، وهي اختي عليا عم تقوم بالواجب وزياده. سامعه يا مو سامعه؟ طلع مالي فضل بنوب. شو في ايدي شلون مالي قدران احركهم من الخدامه؟ لك طبخ ونفخ واولاد وكل بكفي واخرجني بكفي، لك اي لحالي بده خدامه. لا تزعلي تقبريني، لا تزعلي، بيت ابوكي مفتوح الك وما لك منية على حدا. كلي رغيف وزدتي عشرة. شبحية انت لا تتدخل، هذا شغل نسوان، رجال ما بيتدخلوا. صبرنا وتحملنا وهلأ كل واحد لازم يلزم حده. يا ابن عمي هلأ أختك رويدة جوزها راح على أخذ عسكر، بأجيبها لعندها ومتى ما رجع جوزها بتبقى بترجع لعنده. هذا يا سيدي إذا رجع. والله ما بعرف عمي، قوروا على بيتك هلأ، بكره بنلاقي لكم حل. يلا موجود الحل يا ابي، موجود. بيحمل حاله وبيروح بجيب اخته بيحطها عندهم بالبيت. وفضت يا عرا، لك اخته هو حرفيها شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. لك ما بيصير ما بيصير عدنان. وهلا يا جماعه وهلا شو هلا؟ مرت عمي مشان وفيقه تروح معي. لا حبيبي، وفيقه ما رح تروح معك على البيت الا اذا رجعت اختك على البيت، ويكون بعلمك إذا طلعت أختك من البيت وفيها دغري رح ترجع لهون. شلون يا خبي؟ ما فهمت. يعني مو ترجع لها يومين ثلاثة بعدين تطلع مرة تانية. بنتي ما لها مجبورة بأمك وأخواتك. شوفوا لي على قلبي، شوف قلبي على نصها. إيه يا أب محجوب، إيه اسمع كلمة حماتك بصوي بنعت الله. لك العمى العمى، ولك شلون بيجي من قلبها تترك امها بهالحاله وتروح على بيت عمتها؟ رويدة مالها مقصره بحق امها بنوم. ايه سيدي مقصره مقصره ونص. لك في وحده بتحترم حالها بتترك امها بهالحاله؟ لك لولا وفوقها الله يجزيها الخير كانت امك هلا بعداد الاموات. وفيقه؟ ايه وفيقه، ليش مين عم يخدم امك غيرها؟ والله يا أخي وفيقة ما عم تقرب على أمك، رويدة هي اللي... تسكتوا ليه؟ ما حدا سألك.